لو قرر مستر كولر ينزل هو كمان ضاغط بكره يعني هيبقى هل دي فلسفه ممكن نعملها؟ انا شايف حتى لو احنا بدانا ضاغطين عندنا طبعا احنا على فكره اوكلاند حاول ده يعمل معانا بس احنا اجبرناه انه يتراجع. اوكلاند عمل ايه؟ عمل التفوق العددي علينا في الاجنحه يعني عندنا حسين الشحات دايما مع هاني في الزياده دوت دايما لعب بثلاثه عليهم عشان يقفل الجناح اليمين او منطقه اليمين من عندنا. نفس الكلام عملها ناحيه الشمال دايما كنا نشوف ثلاثه على اثنين، دايما كنا نشوف ثلاثه على معلول وعلى عبد القادر. اعتقد نفس الفكره لو عملها بكره طبعا سياتل هيبقى عندنا احنا. انا اتمنى ان يكون البدايه بخالد في كظهير ايمن مكان هاني. ليه؟ لان زي ما كنا بنقول هم دايما بيعتمدوا على اللعب على الاجنحه، بيرمي الكره دايما في الاجنحه والتحضير دايما بيبقى من ناحيه الاجنحه وبيلعب الكرات الطويله بيعمل اوفر لابينج. ليه اخترت خالد على لان خالد عنده ان هو بيقدر ان هو يقفل الحته ديت. احنا عايزين حد يقفل كمان ناحيه دفاعيه تبقى هو مميز جدا في الارقام الدفاعيه مميز فيها. ده في حاله لو احنا فعلا هنبدا بالضغط العالي كالفلسفه اللي دايما شفناها من كولر في المباريات الاخيره. ايوه ولكن لو احنا نتكلم على مباراه بيراميدز ولو طبقنا الفكر ده غدا، لو احنا فعلا دارسين الخصم بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه ولعبنا شويه باللو بلوك وبدانا نلعب على المرتدات، ده انا شايف افضل سيناريو. وده لا يقلل من 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 النادي الاهلي طبعا وحجم النادي الاهلي، الفرق اللي هي عارفه دارس الخصم بشكل كويس جدا، كل مباراه لها ظروفها لها طريقه اللعب على حسب طريقه اللعب الخصم، وفي سيتويشنز مواقف. انا مش معناها ان انا خلاص انا هبدا كده طول المباراه على حسب المباراه ومجريات المباراه حسب السيناريو. وده اللي شفناه وده اللي بيميز بالك من النقاط المهمه في مارسيل كولر. ليه فلسفه بيستنى يشوف المنافس هيقدم ايه، ما بينزلش حتى بيغير في التشكيله الاساسيه. صحيح ممكن يشوف المنافس ايه اللي ممكن يقدمه في الشوط الاول ويبدا يعدل ويشتغل على الشوط الثاني. انت ماتش اوكلاند حاولت كتير جدا تخترق عن طريق الكرات العرضيه او من على الاطراف. صحيح وما نجحتش في ده، والهدف الاولاني اللي فك شفره اوكلاند جه من قلب الملعب. وده ذكاء حسين الشحات ان هو لما لقى الدنيا هنا التفوق العدد ناحيه اليمين بدا ان هو يتحرك ويخش بالخط العرضي، وده الهدف اللي احرزه. نفس الهدف في الدحيل بالظبط. خليني اسالك